النهاردة آخر سيشن من The Course Keratoconus The Whole Story. هنتكلم عن How to Approach a Keratoconus Case. طبعا الموضوع ده مهم لأن ده يعتبر ملخص لكل الكورس اللي احنا شرحناه عشان لما يجي لك عيان Keratoconus تعرف إزاي تعرف تفكر and how to properly manage a Keratoconus Case. هنبتدي الأول ب Points to remember with any Keratoconus Case. أول حاجة زي ما كنت دايما بقول خلال الكورس كله Meticulous Subjective Refraction، وقلنا كذا مرة قبل كده إن Refraction is very important in Keratoconus Cases. اعمله براحتك، خد وقتك فيه، وزي ما قلنا قبل كده معرفتش تعمله ممكن نعمل Wavefront Analysis علشان يدينا Objective Refraction اللي ممكن منه تبتدي وتوصل to the best Subjective Refraction. تاني نقطة برضو قلناها قبل كده Complete Ophthalmological Examination، لازم تعمل Full Ophthalmological Examination. زي ما قلنا مفيش معنى خالص ان يكون A patient with keratoconus has a cataract أو glaucoma من الاستيرويدز، مفيش معنى ان يكون عنده diabetes، so you must examine the retina. تالت حاجة Family History، زي ما قلنا قبل كده عشان نقدر نشوف Formiflorescent keratoconus أو الكيراتوكونس suspect. طبعا Customization of Treatment According to Age, Occupation and Visual Demands، الموضوع ده مهم برضو. Each patient has his own customized treatment. على سبيل المثال لو هنتكلم عن الAge هنقول مثلا ان البيدياتري جروب او الAge اللي مثلا زي ما احنا قلنا اقل من 20 سنة بنعمل لهم cross linking، لكن الأكبر من كده لازم يكون في documented progression عشان نعمل له cross linking. As regard مثلا الoccupation زي ما كنا اتكلمنا مثلا على الكونتاكت لينس، قلنا ان في بعض الاوكيبيشنز اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في داستي انفايرمنتس ما ينفع لهمش انواع معينه من الار جي بي علشان التير لينس والايدج ليفت. وطبعا الفيجوال ديماندز دي حاجه مهمه جدا على حسب البيشنت، هل هو عنده هاي فيجوال ديماندز ولا طبيعه حياته او شغله ما بتجبروش ان يكون عنده هاي فيجوال ديماندز. النقطه دي طبعا مهمه وقلناها كتير، Never promise the patient for glasses independence. عيانين الكيراتوكونس لما بتيجي توفر to them any treatment modality بيجي يقول لك طب انا هقلع النظارة. طبعا لازم من الاول تفهمه ان whatever the intervention اللي انت هتعمله you will never guarantee ان انت هنقدر نشيل النظارة، احنا مجرد بنعمل regularization للكورنيا. Don't forget contact lens as a treatment modality in keratoconus patients either before or after treatment. النقطة دي احنا برضو اتكلمنا عليها في الكونتاكت لينس، لان الكونتاكت لينس شوية زي ما قلت قبل كده underestimated as a treatment modality. اعرضها على البيشنت as a treatment option سواء زي ما قلنا قبل العلاج او بعد العلاج، for example بعد intracorneal ring segments او after keratoplasty. Discuss with the patient different treatment modalities fitting for him. بمعنى ان البيشنت لازم يكون عارف البروتوكول اللي انت حاططه له for treatment. يعني for example إذا كنت هتعمل له cross linking أو لو كنت هتعمل له في الأول intracorneal ring segments وبعد شوية هتعمل له cross linking لو كان في مثلا documented progression، أو لو كنت مثلا هتلبسه contact lens whatever، لازم البيشنت يكون عارف البروتوكول بشكل عام اللي انت حاططه له for treatment. وآخر حاجة خالص let the patient know benefits versus risks for any chosen treatment modality. يعني مثلا for example لو هنعمل epi off cross linking تفهم البيشنت ان هو أحسن ولكن ممكن يحصل منه complication زي مثلا decreased best corrected visual acuity، ممكن يحصل corneal haze، بينما لو عملنا الـ AP on cross linking هتكون less effective بس مفيش complications اللي كنا بنشوفها في الـ AP off. أو برضو لو انت مثلا هتعمل له intracorneal ring segments لازم تفهمه الـ benefits بتاعتها، لازم يكون عنده good potential visual acuity هيتحسن، بس برضو زي ما اتفقنا ممكن يلبس بعديها مثلا glasses أو contact lenses، بينما الريسكس بتاعتها انه لازم ما يدعكش في عينه خاصة لو هو اي رابر لان ممكن يحصل لها اكستروجن مثلا او مايجريشن. وبالتالي لازم تعرض على البيشنت كل البينيفيتس والريسكس فور اني تشوزن تريتمنت موداليتي. طيب احنا دلوقتي هنبتدي الالجوريثم اوف هاو تو ابروتش ا كيراتوكونس كيس. الالجوريثم ده اتس ماي اون الجوريثم اند ات از ا كونزرفاتيف الجوريثم. في الاول خالص لازم نعمل
baseline, subjective refraction, topography and tomography. الحاجة التانية طبعا لازم نعالج risk factors زي الاي روبينج والاتوبي اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، وزي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده نشوف الفاميلي هيستوري، نشوف الاوكيوبيشن، نشوف الاوكيولر اند ميديكال هيستوري. يبقى اول نقطتين دول هما الستارت لاي كيراتوكونس بيشنت جاي لك في العياده. بعد كده هنقسمهم لتو جروبس. اول جروب اللي هو البيدياتريك جروب، وزي ما قلنا قبل كده البيدياتريك بوبوليشن اللي هما اي هيومن اقل من 18 سنه لو كان عنده جود بيست كوركتد فيجوال اكيوتي يبقى هنعمل immediate cross-linking but discuss the possibility of losing best corrected visual acuity with the parents. النقطة دي احنا طبعا كررناها كتير ولازم نكون واخدين بالنا منها. في بعض الأحيان البيرنتس ما بيكونوش موافقين بعد ما بتشرح لهم procedure بتاع cross-linking اللي احنا هنعمله بيرفضوا، وبالتالي يبقى لازم نعمل very close follow-up once ان في documented progression يبقى ساعتها احنا لازم نعمل cross-linking. Otherwise, treat as adults. يعني إيه معنى الكلمة دي؟ يعني إحنا اشترطنا عشان نعمل cross-linking لازم يكون في good best corrected visual acuity. طب يفرض حد في البيدياتريك جروب والبست كوركتد فيجوال اكيوتي مش كويس، يبقى معنى ذلك ما نقدرش نعمل له cross-linking، يبقى هنعالجه as an adult. وبالتالي الأرم التاني عندنا هو الأدلت. أول حاجة هنبتديها في الأدلتس اللي إحنا كنا اتكلمنا عليها برضو لما تجيلك حالة advanced keratoconus not fitting any treatment modality، ودي قلنا عليها كتير إن بيجيلك patients مثلا الـ Q value بتاعتهم عالية جدا، الـ K readings is very high، الـ cornea is extremely thin، وبالتالي this patient is not fitting any treatment modality. أو لو كان جايلك من الأول خالص بـ corneal scar، الجروب ده من الـ patients the best is keratoplasty either penetrating or dulk. طيب الـ other arm من الـ adults لازم نعمل لهم documented progression زي ما اتفقنا قبل كده، whatever the progression criteria اللي انت بتستخدمها، هل هما السبعة criteria اللي احنا قلناهم قبل كده ولا بتستخدم انت الـ Bellin ABCD progression display، لازم يكون في documented progression. اول حاجة نفرض ان في فعلا documented progression، لو لقيت good best corrected visual acuity with glasses or contact lens يبقى cross-linking زي ما احنا قلنا لان دي the most conservative approach. طيب لو في progression بس الفيجن is poor either with glasses or contact lens، او لو كان contact lens intolerance، هنبتدي نخش في الجروب الكبير اللي هو ممكن نعمل له intracorneal ring segments with or without cross-linking، او هنعمل cross-linking plus او اللي هو بيسموه cross-linking plus laser ablation if meeting the criteria او surgeon preference. meeting the criteria دي نقطة مهمة جدا. for example لو انت خدت decision ان انت هتعمل implantation intracorneal ring segments يبقى لازم مثلا زي ما قلنا قبل كده يكون عنده good potential visual acuity. لو انت هتعمل مثلا cross-linking plus او اللي هو cross-linking plus laser ablation على حسب انت هتعمله مثلا الكريتان بروتوكول، الاثنس بروتوكول، الستار اكس ال بروتوكول، ولا الويف فرونت جايدد ابليشن، لازم يكون ميتنج الكرايتيريا في كل بروسيدير. طيب سيرجن بريفرنس زي ما قلنا قبل كده دي على حسب كل جراح هو الريزلتس بتاعته عامله ازاي او الستاديز بتاعته عامله ازاي، وبالتالي دي اللي بيتحكم فيها هي السيرجن بريفرنس. عايز اقول بس معلومه ان الجروب اللي قبل ده على طول اللي هو الجود بيست كوركتد فيجوال اكتي وذ جلاسز اور كونتاكت لينس، في بعض الجراحين في الارم ده بيعملوا الكروس لينكينج بلس اللي هو الكروس لينكينج بلس ليزر ابليشن، بس انا قلت لكم this is my conservative approach. انا لما يكون البيشنت عنده documented progression with good best corrected visual acuity I only cross link. طيب افرض ان مفيش documented progression والvision is good either with glasses or contact lens، طبعا ده is the best group لان احنا بنعمله ساعتها follow up with tomography every 6 months. والحاجة التانية اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده لو فضل ثابت على الاقل لمدة سنة او سنتين ممكن تبتدي تفكر of lens based refractive surgery زي الفيكيك اي سي ال او مثلا الكلير لينس اكستشينج. اخر جروب عندنا خالص اللي هو there is no documented progression ولكن الفيجن is poor، البوبوليشن دي ممكن برضو نعملها المعاملة زي الجروب اللي احنا اتكلمنا عليه ان احنا ممكن نعمل
intracorneal ring segment with or without cross-linking أو cross-linking plus اللي هو cross-linking plus laser ablation زي ما قلنا برضو لو meeting criteria أو surgeon preference. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا الكورس كله، أتمنى أن يكون الكورس ده فادنا جميعا، وطبعا اللي عنده أي سؤال يتفضل ويسألني.